أخيرا، ما الفرق بين أرجو لك النجاح وأتمنى لك النجاح؟ أرجو لك النجاح يعني إن شاء الله هتنجح، وكل عشم إنك هتنجح وأنا بحبك. أتمنى لك النجاح، روح الله لينجحك ما دمت حيا، لأن القاعدة تقول الرجاء في الممكن والتمني في الامبوسيبل بالفرنساوي امبوسيبل. يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسي، تلك امانيهم. ارجوك في العيد ما تقولش اتمنى لك السعاده ولا خالص امنياتي لك، معناها روح الله لا يجيبك تاني في عيد ولا تعيد وتبقى في التراب السنه الجايه وتروح النار كمان. اتمنى لكم كذا وكذا، يعني الله لا يسعدكم. مفيش حاجه في الدنيا اسمها اتمنى، وزيك ربنا يقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها مش تتمناها. لو أنا بتمنى رحمة ربنا يبقى مش هتنزل أبدا. ربنا بيعلمنا في القرآن اللغة التي نزل بها القرآن ترجوها، وقال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى للرجاء لعله يتذكر أو يخشى. كل آيات التمني في اللغة العربية في القرآن إما في الاستحالة وإما فيما فيه عسر، كما ذكر ابن هشام اللي فيه عسر هم نيل بستين نيلة، والتمني في المستحيل منيل بستمائة مليار نيلة، فكلهم نيلة في نيلة. يجرى إيه في الدنيا لو قلنا أرجو لك السعادة أرجو لك التوفيق؟ انتهت الأسئلة. أستاذ الجامعة اللي هو عنده مفارقة بين العلم والعمل يوم يقول انتهت الأسئلة وأتمنى لكم النجاح، يعني روح الله لينجحكم يا تلامذتي، يقول أرجو لكم النجاح. موضوع النهار